قال لي وصحبي يوم بعهد وفاء وبعد. إخواني الكرام، نأتي الآن لما وعدناكم به من هذا البحث، اللي هو استقراء لبعض البدع التي فعلها السلف أو فعلت في عهد السلف واستحسنوها، أو استحسنها بعضهم، أو حدث فيها خلاف. يعني هذا تتميما لما بدأنا به من أنه استدلال الشيخ حسن الحسيني بأنه أنا لما يقول أنا مع صف في صف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحاب والتابعين وأتباعهم لأنهم لم يحتفلوا، قلنا هذا مغالطة، لأنه هذا الأمر لو عرض عليهم هم لا ينسب إليهم أكثر من أنهم ساكتون في هذا الأمر، لأن هذا الأمر أحدث بهذه الصورة، قضية المولد فيما بعد، الصورة المتأخرة يعني، وإلا أصله كان موجودا، لحظة قضية صوم يوم الاثنين. فهذه الصورة لو حدثت في عهدهم وأنكروها كان لك الحق بأن تقول أنا في صف من أنكرها، لكن أما وأنهم ساكتون لأنه لم تحدث في عهدهم، فإذا لا تتوقع، لا تقل والله أنا في صفهم. حتى لو قلت والله طيب هي لو حدثت في عهدهم لأنكروها، لأنها بدعة، لأنها تخالف حديث كل بدعة ضلالة. لا، سأتي بكل هذه الصور والمسائل التي حدثت وبعضهم أقرها وبعضهم لم يقرها، تماما كما في قضية النبي صلى الله عليه وسلم لما إيش أقر سيدنا بلال على هذا، أقر سيدنا بلال على صلاة، على أنه ركع ركعتين سنة الوضوء، أو صار يصلي يعني بعد أن يتوضأ من تلقاء نفسه فأقره، وأيضا أقر هذا الذي كان يكرر سورة الإخلاص، قال لما تكررها في الصلاة؟ قال لأني أحبك، قال أحبك إياها أدخلك الجنة، قال لبلال لقد رأيت الدفن عليك في الجنة، فحدثني بأرجى عملي، قال هذا ما توضأت إلا وصليت، معنى الحديث. أيضا هو أقر هذا الذي قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال للرجل سمع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأقره وقال رأيت 37 ملكا يبتدرونها. و بعضهم يعني كما يذكر دمشقي أنه لم يقره، أنه قضية عثمان بن مظعون لم يقره على التبتل والرهبانية، ولم يقر إيش أنه البراء لما قال آمنت بنبيك بدل نبيك، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك، بل قل وبنبيك الذي أرسلت. فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ولم يقر، لاحظتم على قول دمشقي أقر هنا ولم يقر. إذا لا تقول لي لو حدث في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا لما أقر، لا هو أقر بلال وأقر خبيب حكى قصته أيضا ولم ينكرها، قضية أنه لما هو وقالوا أنه هو الذي سن ركعتين، هكذا هو سن ركعتين قبل القتل، أنه ما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، هو سنها. فإذا هذه استطردنا فيها هذه قضية أنه 6 أحاديث، هذه سننزلها على اليوتيوب، 6 أحاديث صحيحة صريحة تبين جواز إيش جواز تخصيص بعض العبادات بزمن أو بمكان أو بهيئة أو زيادة على السنة يعني. الآن سنأتيكم الآن بأدلة من عهد السلف، حدثت في عهد السلف و حدث فيها خلاف، أو بعضهم أقرها وبعضهم يعني أنكرها. هذه طبعا أنا ذكرتها في رسالتي للدكتوراه. لاحظوا هنا رسالتي ضوابط اجتهاد التجارة المعاصرة، أنا أذكرها بسرعة. مثلا المثال الأول، طبعا هذه كلها الأمثلة كما ذكرت أنه وردت أمثلة كثيرة عن السلف تثبت أنهم أحدثوا أفعالا مخصوصة وأذكارا مخصوصة في أوقات مخصوصة، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وردت ولكن زادوا فيها، لذلك اعتبرها بعض السلف اعتبرها بعض السلف الآخرين بدع. وهذه بعض الأمثلة. أول مثال أنه كان عمر وابنه وعلي وسعيد بن جبير وطاووس، يعني هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، هؤلاء تابعون، لاحظ كانوا يقولون في التشهد بسم الله ولم يثبت ذلك عن رسول الله، لأنه نحن نقول بالتشهد التحيات المباركة. طبعا هنا ورد في حديث أنه عند النسائي، لكن حديث معلول، لاحظ
انه ورد فيه بسم الله، كان يعلمنا التشهد انه بسم الله وبالله التحيات لله الصلاة الطيبات. لاحظ انه في هذا في اسناده ايمن ابن نابل، لاحظ عن ابي الزبير كان اخطا في اسناده كما قال البخاري والنسائي وابن حجر، واذا ضعفه البيهقي. على كل الاحاديث الصحيحه الصريحه في البخاري ومسلم انه التحيات والبركات، او لها عده صيغ لكن ما فيها، فما في اولها بسم الله. طبعا الان ساسردها لكم، ممكن في مجلس اخر اوثقها الان. طبعا هذا مروي اول شيء، هذا في مصنف ابن ابي شيبه، هذا الاول اول مثال. المثال الثاني، كان ابو العاليه مريضا وكانت المرفقه تثنى له فيسجد عليها، يسجد على مخده يعني. وعن الحسن انه كان لا يرى بأسا ان يسجد الرجل على المرفقه والوساده في السفينه. وعن محمد بن سيرين قال السجود على الوساده محدث، كان يقول بدعه. لكن هل قول ابن سيرين بدعه يعني انه كان ينكره؟ ابدا، محدث. اذا زعمت ذلك انه نعم انكره، طيب خالفه ابو العالي وهو من التابعين، هذا الذي تستشهد به. قال ابو العالي استوى على العرش ارتفع، وقال استوى الى السماء ارتفع، اللي خالفه ابن عثيمين بالمناسبه، لا قال استوى الى العرش الى السماء، هذه معناها قصد، وهذه سبق ان ذكرناها او وثقناها. اذا وهذا هنا ثلاثي، هذه موجود في مصنف عاد في مصنف ابن ابي شيبه. المثال الثالث، ابن عمر يقول الاذان الثاني يوم الجمعه بدعه، وفي روايه محدث، وكذلك روايه عن الحسن، وقد ثبت في البخاري أن الذي زاد الأذان الثاني هو عثمان، أن عثمان هو الذي أحدث الأذان الثاني على الزورق. وبالمناسبة بعض الوهابي إلى الآن تقول، منهم جناح الألباني وغيره، أنه يقول هذا بدعة، هذا الذي يعني هذا الأذان الذي زاده. ممكن طبعا يقول لك هو كان معذور وكذا، كان معذورا، ولكن الآن رأى ذهبت هذه ذهب الأمر، أنه وكان يعني يدعو الناس على الزوراء لكي يأتوا يعني. الآن بيقول لك يعني في الميكروفونات هذه تقوم هذا المقام، طيب هذه الميكروفونات أيضا بدعة. طيب، روى مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من مرة ومرتين، بغير أذان ولا إقامة. وجاء عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان في العيد معاوية رضي الله عنه. عن عامر والحكم قال الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة. يلا اطلع يا ابن شمس، محمد شمس الدين اطلع قول. هناك أناس يرون أن الدين ناقص، ولذلك أكمله بالمولد. طيب اطلع قول يلا نشوف، إن كنت رجلا قل أول من أحدث الأذان في العيد معاوية، هذا ابتدع، هذا ما بتقوله مشان ما يشوفوك الشيعة. لا حول، هذا الدين لا شيء مبني على الأهواء. والله إذا كان من معاوية أو من الصحابة نسكت عنه، إذا كان من الأشاعرة الصوفية نطول لساننا. لا حول ولا قوة، هذا هيك، هذا الشمس كله حقد أسود، نفس الفعل. من مثلا البخاري يقول بقضية اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، أو يقول ألفاظنا من يعني أفعالنا، وأفعالنا إيش بخلق الله يعني. أتمنى لك إنه لا، هو ما قال وما قال، هذا ذكره في إيش، في قضية ألفاظنا من يعني أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة لله، ذكره في خلق أفعال العباد يعني. لكن أحمد وغيره كان، ومحمد بن يحيى الزهري كان ينكر هذا أشد الإنكار. هو ابن شمس رضي الله عن البخاري وكذا، لما بيجي لا عز بن عبد السلام وغيره، اللي قالوا اصلا محدث، ان اللفظ بالقران محدث، قال ويقصد بالمحدث مخلوق، والمخلوق كفر عليه احمد. طيب البخاري قال بهذا كمان، الذي كفر عنه عليه احمد. يعني هذه الاهواء، يعني هذا افضل مثال على الاهواء، لاحظ الهوى. طيب نحن لا نطيل. طيب هنا وصلنا إلى هذا المثال. المثال الذي بعده، أخرج أبو داود في سننه عن ابن عمر عن رسول الله التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، يعني ما فيها هي عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه إلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هو زاد وبركاته، هو يقول هذا. وأيضا هو زاد أيضا في التلبية ابن عمر، لاحظ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله. قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له.
لو كان هذا كان بيقول له تعال، يقول الصحابي تعال هو انت بتفهم اكثر من النبي، انت حريص على الهدى اكثر من النبي، هل هذا فعلك طاعة أم معصية؟ إذا طاعة لم يبلغنا رسول الله، فإذا أنت تتهم الرسول بالخيانة كما يقول في المولد، يقولون لنا في المولد، وإذا معصية كيف تزيدها؟ معصية إذا واحد قال وحده ولا شريك له، نفس الشيء نحن كمان. المولد إذا تقرأ القرآن أو تصلي على النبي العبدان أنت فعلت معصية أشد من الزنا، ليش؟ لأنه هذه بدعة، والبدعة أشد من المحرمات. هذا أريناك من الفوزان ومن، لا حول، هذا فقه، هذا فقه أم حسن كما يقول إخواننا المصريين، مش فقه، لا إما أربعة ولا هم يعزلون. كبر الرجل أيام العشر، الفجر يقول يعني عشر، هذا عشر ذي الحجة. فقال مجاهد: أفلا رفع صوته؟ فلقد أدركتم إن الرجل لا يكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد. وعن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر فقال: محدث. لاحظتم هذا في ايش؟ يعني هنا الخلاصة انه كان يعني مجاهد وغيره يرى انه يكبر في الـ بالـ بالـ يكبر في المسجد ويرفع صوته في ايام العشر، لاحظ، وانه لا، شعبة كان يرى، او الحكم هذا وحمادا يعني بعض السلف هؤلاء يعني انه يرون ان التكبير ايام العشر محدث، او نعم التكبير يعني في العيد الفطر في وفي عيد الأضحى مقيد ومطلق وكذا، له تعريف، له تفصيل. يعني التعريف هذا تعريف، هذا أضبط مثال أنه كيف اختلفوا السلف في التعريف، وهو شيء لم يفعله رسول الله، اللي هو إيش؟ اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة للدعاء والذكر. الناس، في ناس في الحج تقف في عرفة، في ناس لم تذهب إلى الحج في أوطانها، هذول اللي في أوطانهم بعض السلف أنه حتى يدركوا بعض الثواب الذين يقفون في عرفة كانوا يجمعوا الناس في المساجد في يعني هذا عشية عرفة، يعني مساء عرفة، يعني قبل أن تذهب الناس إلى عرفة، الظاهر أنه يعني عشية عرفة، يعني قبل الليلة التي سيذهبون فيها إلى عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس، أو ممكن نفس الليل التي هي يقفون فيها في عرفة حتى تغرب الشمس كما يفعلوا أهل عرفة. يعني هم هناك ويقفون على الصعيد في عرفات يدعون، وهنا الناس في بلادها تدعو الله في المساجد، وهذا اجتماع وكذا إلى آخره، وقد فعله بعض السلف، وقال آخرون بدعة. فعن الحسن قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس، وعن ابن حرملة أنه رأى سعيد بن المسيب عشية عرفة بسند يسند ظهره، يسند ظهره، أنا والله تعبت رهقت، يسند ظهره إلى المقصورة ويستقبل الشام حتى تغرب الشمس. وعن ابن عمر، لاحظ، هذا سعيد بن المسيب فعله، لاحظ، هذه المقصورة يعني هذه في المسجد النبوي عليه ساكن أفضل الصلاة والسلام، على صحيح أفضل الصلاة والسلام. وعن ابن عون كانوا يسألون محمدا عن، أظن هذا ابن سيرين، عن إتيان المسجد عشية عرفة فيقول: لا أعلم به بأسا. لاحظ كل هذه في مصنف أبي شيبة. وقال أحمد: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر. فقيل له: وتفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا. وروي، ولاحظ يعني إن أحمد، أنت بتقول أنا مع أحمد بن حنبل، طيب أحمد بن حنبل لما عرض عليه قضية التعريف قال: لا بأس به، هو دعاء وذكر. قال: تفعله؟ قال: لا. ما قال والله إما طاعة أو معصية، إما أفعله فيكون طاعة وإما معصية فأتركه، لا، هو قال هو دعاء وذكر وأنا لا أفعله. طيب إذا كان لا أفعله لأنه معصية، كيف يقول لا بأس به؟ لا، عرفتم؟ طيب إذا طاعة ولم يفعله، ما فعله، بيقول لك يعني هذا، يعني هو من لم يرد بأصل الشرع، لم يرد في يعني صورته عن الشرع بهذه، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا أو الصحابة مثلا الذين لم يذهبوا إلى عرفات، لم يذهبوا إلى الحج، فعلوا هذا، ما فعلوا، وأنا لا أفعل مثلهم. يعني إن فعل يعني هكذا، يعني هو هكذا المقاربة، أنه لم يرد في حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن
هو مع ذلك دعاء وذكر، مثل الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حمدا طيبا مباركا فيه، لم يرد، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لكن أقره. بلال أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة سنة الوضوء، أقر النبي صلى الله عليه وسلم خبيب على سنة هذا الركعتين قبل القتل، وهكذا. يعني من الخير والذكر والدعاء لاحظ. وعن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة، لاحظ أيضا هو إيش يعني. وعن الحماد الحكم محمد سألتهم عن اجتماع عشية عرفة فقال محدث، شوف. وفي رواية أنه بدعة. وعن إبراهيم هذا النخعي سئل عن التعريف، التعريف قال إنما التعريف بمكة، إنه التعريف يعني لأهل عرفة، أنتم إيش دخلكم بالتعريف؟ التعريف لأهل عرفة، بكرة لما تروح على الحج روحوا وقفوا بعرفة وادعوا، يعني أنه هناك أنه لا يراه. لكن لا، كيف أنت ستتعامل أنت مع هذه المسائل؟ هل ستتعامل بهذا التشنج؟ تقول هذا لم يفعله رسول الله وأنا بتصفي، ولا ومن لا ومن فعله فهو مبتدع أو ارتكب بدعة، ولا ستتعامل معه أنه خلاص أنه فيه قولان في المسألة، وناس قالوا لا بأس به، وناس قالوا أنه يعني ناس فعلوه وناس لم يفعلوه، حتى الذين لم يفعلوه مش كلهم أنكروه، مثل بدليل أن أحمد إيش قال؟ أنا لا أفعله، مع أنه إيش قال؟ لا بأس به. فوين أنت وين أحمد؟ ابن تيمية نفسه قال يثاب، يفعله بعض الناس المولد ويثاب به. نعم هو قال بالأخير أنه هذا ليس للكمل وليس للمسددين وكذا ولا بعض. قل ما شئت، لكن قال انه فيه ثواب، مثلك انت تقول لطيف الصلاه على النبي تاثم عليها في المولد، لا حزم. وكذا قال ابن الحنفيه، يعني ابراهيم لاحظ، يعني عندك حماد الحكم وحماد وابراهيم وابن الحنفيه كلهم كانوا يقولون انه هذا محدث، لاحظ. عن الحسن كان يعجبه ان اذا قدموا مكه للحج او العمره الا يخرجوا من المسجد الحرام حتى يقرأوا ما معه من القرآن، يعني إذا كانوا حافظين شيء أنه يحرصوا أن يقرأوه في المسجد الحرام قبل أن يقفلوا، يرجعوا قافلين إلى بلدانهم، لاحظ إذا كانوا في حج أو عمرة. وعن أبي مجلس هذا كان يستحب إذا قدم شيئا من هذه المساجد ألا يخرج حتى يقرأ القرآن بالمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، مع أنه هذا يعني مع أنه هذا يعني ليس بأصل الشرح. هو نعم هو تثاب على زيارة هذه المساجد، وأنه دخلتها يعني تصلي فيها سنة تحية المسجد، وطبعا تحية البيت الطواف، ويعني تصلي فيها الجماعات وكذا، لكن قضيت أنه لا تخرج حتى تقرأ ما معك من القرآن هذا ما ورد فيها بالسنة. عن ابن عمر لاحظ، سمع رجلا يقرأ وهو يطوف بالبيت فنهاه، يقرأ القرآن يعني، فنهاه. وعن الحسن وعطاء من التابعين قال القراءة في الطواف محدث، وسئل لاحظ قراءة القرآن في الطواف محدث، وسئل عطاء عن القراءة في الطواف حول البيت فلم يرى بها بأسا. وعن عثمان قال رأيت أصحابنا يقرؤون على مجاهد في الطواف، لاحظ انه كانوا يقرؤون القران على مجاهد في الطواف، وبعضهم يرى انه هذا بدعه، وبعضهم يقول لا. حتى هو لاحظ الذي قال محدث، كل الذي قال محدث هذا لا يستشف منه انه انكرها، لكن نحن لماذا ناتي به؟ انه حتى نثبت انه هذا لاحظ هذا باقرار بعض السلف انه محدث لم يكن، ومع ذلك يفعله بعض السلف الاخرين. يعني ممكن هذا الذي قال عطاء والحسن قال لا محدث، ممكن هم يفعلونه، لكن هم لماذا قالوا محدث؟ يعني انه هو ما سبق ان فعله يعني مثلا الصحابه او بالسنه، ولكن نحن نفعله لانه خير يعني والذكر وكذا، كما قال احمد لا بأس، هو ذكر ودعاء ولا باس به، ولكن انا لا افعله مثلا. وقد يستفاد منه انه محدث انه لا يفعله. وعن عمران ابن عطاء ابن ابي العطاء، لانه كلمه محدث ليست كمثل كلمه سنه، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ما فيها كلام، يعني تفعل على سبيل الندب والسنية وكذا، أما محدث أنه لك الخيار تفعل أو لا تفعل، مثل المولد خيار لك الخيار تفعل أو لا تفعل، هذا هو. عن عمران قال شهدت وفاة ابن عباس فوليه ابن الحنفية فبنى عليه بناء 3 أيام، بناء مثل الخيمي او كذا، لاحظ ازاي كنا عن محمد بن كعب قال هذه الفساتيط التي على القبور محدثه،
كانوا يضربون قبة على أو فسطاط أو خيمة على القبر، لاحظ لمدة أيام أو 3 أيام. هذا أيضا لاحظ، وبعضهم أيضا فعلها، مثلا هذا الذي قام على هذا ابن الحنفية، إيش تقول عنه؟ هذا قبوري كمان. لاحظت طبعا هنا ما في انه فبنى عليه بناء 3 ايام، يعني المقصود على قبره كما هنا على القبور. طيب، توقف ابو بكر عن جمع القران حين اقترح ذلك عليه عمر قائلا كيف تفعل، كيف نفعل، يعني ابو بكر شيئا لم يفعله. يعني قال ابو بكر لما قال له عمر لنجمع القران، قال ابو بكر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. وكذا توقف زيد بن ثابت لما عهد إليه ذلك، أو عهد إليه ذلك، ثم شرح الله صدره. وطبعا قلت أنا هذا يفيد أمري أن الصحابة نعم كانت تتوقف للوهلة الأولى عن فعل شيء لم يفعله رسول الله، لكن إذا تحققوا من خيريته أن له فيه خير، وأنه يوافق قواعد الكتاب والسنة والقواعد أو ما يدخل تحت قواعد الندب والإجابة، فيفعلونه. لاحظ إذا تحققت خيريته من حيث التوافق مع الكتاب والسنة وتحقيق قاصدهما، أمضوه واستحسنوا. وهذا عين ما قاله جماهير العلماء، أن المستحدثات لا ترفض فورا بتاتا، وانما ينظر فيها، فان وافقت النصوص اصول الشريعه. لانه يعني لذلك قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، انه فاذا كان منه وافق اصول الشريعه واصول الايجاب، دخل في دخل صار صار واجبا، واذا دخل في قواعد الندب صار مندوبا، وهكذا كما قرانا في وثيقه هذا تقسيم البدعه عند الامام النووي في المجلس الماضي، هنا في لما نقلها هنا عن العز بن عبد السلام. لاحظ الإمام النووي هنا أنه ننظر في البدعة بعد أنه قال مقسمة إلى 5 أقسام، واجبة ومندوبة ومكروهة، أنه إذا كيف نعرف واجبة؟ قال إذا دخلت في قواعد الإجابة فهي واجبة، أو دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وهكذا الندب فهي مندوبة وهكذا. طيب، نحن قربنا على الانتهاء. لاحظ روى عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة لكنه طويل. طيب، يعني نقرأ المسألة التي بعدها ثم نلخص ما قبلها. لاحظ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا. لاحظ، ولكن مع ذلك أنه نجد جماعة من السلف يرون أنه لا حرج في الصلاة قبل صلاة العيد أو بعدها أو قبلها، منهم أنس وأبو هريرة والحسن. لاحظتم؟ مع أنه هو كما أخبر ابن عباس و ابن عباس انه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعده، وابن مسعود وحذيفه بن اليمان كانوا يتمسكون بذلك، حتى انهما كان يجلسان من يراياه يصلي قبل خروج الامام يوم العيد. كل هذه موثقه هنا كما ترون في صحيح البخاري وصنف عبد الرزاق وكذا. يعني انه هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعده، وكذلك فعل ابن عباس وابن مسعود وحذيفه بن اليمان. طيب، جماعات من السلف لاحظ لا صلوا قبلها، لاحظ، مع ان هذا يخالف فعل النبي، وما في قضيه، يعني هنا 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 يخالف نبي، يعني هنا من قبيل الترك ايضا، انه لم يصلي، ترك الصلاه قبل العيد ولا وبعدها، ومع ذلك انس وابو هريره والحسن صلوا. لاحظ كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابي شيبه. اخيرا، هذه المساله اللي طرحناها نحن تخطيناها، قضيت انه سئل عن صوم يوم عرفه، قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، ولا ابو بكر صامه، ولا عمر، لحس، ولا عثمان، لحس، وانا لا اصومه، ولا امر ولا انهى. لاحظ، لو كان قضيت انه الترك، انه هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفه في الحج، كان المفروض ايش يقول؟ من صامه ياثم، لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال لا أمر ولا أنهى. لاحظ، قلت أنا وفي أثر ابن عمر هذا دليل على أن الأمر قد يكون بدعة ولا يكون ضلالة، حيث إن ابن عمر قال ولا أنهى، ولو كان يرى أن صيامه ضلالة لنهى عنه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم. فإذا أنت تصوم، يعني مع أنت ابتدعت، خالفت أمر النبي. فإذا كان ابن عمر لا يرى أن صوم يوم عرفة للحاج بدعة وضلالة، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطره، فمن باب أولى أن لا يرى البدعة في فعل شيء لم يرى عن النبي فيه شيء أصلا. بتقول المولد بدعة لأن النبي ما فعله. طيب يا سيدي، هون النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، هذا أعظم، أفطر
في يوم عرفة، ومع ذلك ابن عمر يقول لك أنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه، ما بمرك الصوم ولا منهى عنه. لاحظ، مع أنه المفروض كان يقول لا، يجب أن تفطر مثل ما فطر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بالنسبة ليه؟ الذي يحج يعني للحاج. لاحظ، فهذا خالف أمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضلله ابن عمر، فما بالك بشيء لم يروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء أصلا مثل المولد. بل إن طبعا بأصله حتى ما يقولها شفت، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين. بل بعض السلف استحب، لاحظ بقى، هناك النبي أفطر في عرفات، أفطر في يوم عرفة، ابن عمر قال لا أمر ولا أنهى ولا إيش يعني، قال أنا إيش، أنا لا أصوم، لا لاحظ، أنا لا أصوم ولا أمر به، لا أمر بصيامي ولا أنهى عن صيامي. لاحظ، بعض السلف لا، استحب يوم الصيام يوم عرفة إن كان لا يضعف عن أعمال يعني الحج مثل قتادة وعطاء، وهو قول الشافعي في القديم وقول أبي حنيفة، بل استحبه طائفة مطلقا. هنا استحبوه إن لم يضعفه عن أعمال الحج، طائفة من السلف استحبوه مطلقا مثل عائشة وابن الزبير وابن راهويه وابن حزم، بيد أن الأكثر من العلماء على استحباب فطره، وهو قول الشافعي في الجديد وقول المالكية. روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن فطره واجب على الحاج. لاحظ، هذا القول الوحيد تقريبا، أنه فطره واجب على الحاج مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف بين العلماء في الاستحباب وعدم، لا في أن صيامه بدعة، يعني ما أحد قال لو صمته بتكون ابتدعت وليس ببدعة. هنا بقى أنا استنبط إيش قلت، هنا استنبطا بقى، فإن قيل إن ما استحبه بعض السلف لعموم قوله حين سئل عن صوم يوم عرفة يكفر السنة الباقية الماضية والباقية، لاحظ قلنا نعم هذا صحيح، وبذلك استدل ابن حزم في المحلى وأنكر على من كره صيامه بعرفة بحجة أن النبي أفطر. شوف، هذا طبعا يكفر السنة الماضية والباقية، طبعا عام خصوه يعني بعض العلماء بأنه هذا لغير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في حجه، فرد ابن حزم لك على الحجة اللي رد فيها. أما أن رسول الله لم يصمه فلا حجة لكم. ليش؟ ولا حجة لكم في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حض على صيامه أعظم حظ لما قال يكفر السنة الماضية والباقية، وأخبر أنه يكفر الذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا أن يصومه عليه السلام أم لا. وبالتالي كمان خلاص، نحن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم اثنين، لاحظ قضيت بقى، ما علينا بقى أن ننتظر بقى والله معده من الصحابة يحتفل أو لا يحتفل. وزان لقول ابن وزان لقول ابن حزم، بيقول لك ما علينا أن ننتظر النبي نفسه أن يصومه، وإذا أفطروا بيقول لك طيب، فعندك في السن قولي أيضا، وقلنا إذا تعارض السن القولي مع الفعلي تقدم القولي، يعني هيك على قول ابن حزم، على يعني هذا على مقاربة ابن حزم، هو فعلا تقدم السن القولي على الفعلي، لأن الفعلي قد يفعل ما هو خاص به طبعا. لكن هنا يعني أمر آخر، قضية أنه هو أفطر، لأنه عادة يفطر الصوم في الحج يضعف الإنسان عن القيام بأعمال الحج. فهنا إيش محل الشاهد؟ أنه لم يصمه فلا حجة لكم في ذلك، لأنه عليه السلام قد حض على صيامه أعظم حض، وأخبر أنه يكفر الذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا أن يصومه، طالما هو يعني ندبنا إليه بالسنة القولية فخلص. ثم استدل بحديث عائشة أم المؤمنين أنه قالت إن كان رسول الله يترك العمل، لاحظ، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، فإذا كان الأمر كذلك فلما قلتم إن من ذهب من السلف، أنا قلت بقى، إلى استحباب صيامه فقد قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطره بعرفة. هذا هون، إذن هذا مرجع وهابي لحزم، إن من ذهب من السلف إلى استحباب صيامه قد خالف هدي رسول الله. هذا واحد من بعض الوهابي لحزم، هذه مجلة بحوث وهابي، لاحظ مجلة بحوث إسلامية للوهابي لحزم، بيقول لك شلون أنتم لك أنه الذي ذهب من السلف إلى استحباب الصيام قد خالف هدي رسول الله في فطره يوم عرفة. لاحظ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطره يوم عرفة، ومع ذلك قال لا، أن هؤلاء السلف الذين استحبوا، لاحظ، الذين استحبوا، هؤلاء السلف استحبوا، هذا عائشة وابن عباس وابن الزبير استحبوا الصيام يوم عرفات يوم عرفة مطلقا، يعني للحاج طبعا. فمع ذلك بقول لك لا لا، ما هؤلاء ما هذا ما خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إفطاره. شفتم؟ مع أن النبي أفطره وهؤلاء السلف يستحبون أنه صيامه. شوف المشكلة، هذول الوهابي لو يرجعوا يقرأوا ما يكتبونهم أو ما في هذه الآثار أو ما في هذه الكتب،
لا 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 ذهبت هذه التشدد والتشنج. لكن التشدد والتشنج هذا من أين؟ من قلة العلم. شوف هذه الأمثلة، حدا من الوهابية بيعرفها، هاي هدول اللي عمال بتشددوا في قضية المولد. طيب تعال تشدد هون لنشوف، يلا قول بدع من قال بهذه البدعة اللي هون كلها. جبنا لك 10 15 مثال. طبعا اترك قضية الإمام الشافعي لما قال إنه ينادى إلى صلاة عيد بالصلاة الجامعة، اللي قال ابن عثيمين لا هذا بدعة. واترك قول الشافعي إنه قال أي البيت قبل فلا بأس به أو فحسن، والوهابي واللجنة الدائمة وكذا وإلى آخره، ومدري مين من الوهابي يقول لا هذا بدعة. احنا ما جبنا لك كل الأمثلة. طيب المرة القادمة سنأتي لكم بهذه الشجرة، هذا الجدول اللي ايش اختلف الوهابي في مسائل. بعضهم يقول عنها جائزة، وبعضهم يقول عنها بدعة، والحمد لله رب العالمين.